سلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده، فلوق جديد. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوا معايا من الاول حتى الاخير. ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، والناس اللي اول مره اختي كتصادفي مع القناه ديالي، ديري اختي واحد اللايك، ما غادي تخسري والو. وكتبي اختي واحد التعليق، يكون سلبي ولا يكون ايجابي، المهم تبتي لي الحضور ديالك. وهكا ديري اختي واحد الابوني مع تفعيل الجرس باش هكا يوصلك كل جديد ان شاء الله، كل ما هو مفيد وكيخص المراه 100%. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هنا، غنديكم اول حاجه غنفتتح بها هذا الفيديو، هو واحد الفلوغ عند اواني شعيب اللي غني عن التعريف، وتبارك الله ما شاء الله اللي عنده هاد التسليعه اللي جات هاد المره زوينه، عجبتني بزاف وقلت علاش لا نشاركها مع البنات. مهم هنا غادي نوريكم في الاول هاد المعينات هادو، هاد ليمول هادو، اي حاجه غطيح لكم على البال ديالكم غادي تلقاوها في هاد الفيديو. وإلا كنت شي حاجه حطيتها لكم هنا وما حطيتش لكم الثمن، نتمنى تخليوا ليا في خانه التعاليق هكا تقولوا ليا شي حاجه اللي عجبتكم وبغيتوا الثمن ديالها، ولا بغيتوا شي استفسار عليها، مرحبا والف مرحبا. وما تنساوش تخليكم معايا هكا في الفيديو حتى الاخير، لان غادي نصوب معكم واحد لاجينواز اللي كتجي خطيره 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 اكثر من اللي كتخيلوا، واحد الجينواز اللي كتجي واعره، راه غتكونوا شفتوها في اول ديال الفيديو وغتبقاو معايا حتى الاخير وغتشوفوها ما فيها المقادير بزاف وكتجي خطيره. المهم نخليكم دابا في الفلوك ديالي. هذه واحد المبخره زوينه عجبتني البنات، قلت نوريها لكم، شوها صغيوره ومتيوله كتجي زوينه. المهم هكا كتجي راقيه صراحه. مهم عنده كيف ما قلت لكم جاب هذوك المعينات الضوغي، جاب داكشي زوين بزاف عجبوني، وحتى الثمن جاني انا ثمن مناسب، وقلت صافي نتشاركوا مع البنات نزوقوا الطبيله ديالنا الصيف هذا، والعائله كنتجمعوا مع الحباب والقريب والبعيد، غنتجمعوا ان شاء الله هذا العام في هذا الصيف هذا. الحمد لله الحمد لله، من بعد ما نقص شويه هذا الوباء والناس الحباب ديالنا غيجيو من الغربه، يعني اللي ما شفناهمش في ذاك العام اللي فات، وضروري ضروري حنا راه كنعرفوا الطبيبلات المغربيات كنبغيو نتهلاو في الطبيبله، ونبغيو الطبيبله تكون شي طبيبله راقيه وزوينه، وهذا الشيء خير وجد، والثمنات صراحه مناسبه. ها انتم خليكم معايا وحتى تشوفوا كلشي كلشي بالنسبه لهاد الطبيبله هذه، اولا هاد البورت كاتو هذيك داير ليها 70 درهم. انا عاجبني هادو دوغي، لا 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 شحال هاد البورت كاتو الصغيره؟ الناس دابا راه خدام Thank you.
هاد المقراج الكحل مبارك الكحل رشيني فرارة كيشعل زوينة هذا مني كتطلع لي الحرارة صافي كيولي بحال هكا زوين ها هما دايرين لي هذوك هذا الباك هذا بعد البياسات هادو مهم حاولت نصور لكم كيف ما كتشوفوا كاع لي زارتيكل اللي حاطين. بالنسبه للكيسان نسبق لي وحدتهم لكم في الفيديوهات اللي قبل، ما بين 60 درهم ما بين كاين ابتداء من 35 درهم عندهم هنا الكيسان. صراحه هذا ما عرفتش الثمن ديالو، ولكن الا بغيتوه راه نسول لكم على الثمن ديالو. كاين هاد القريعات هادو حتى هما زوينين بزاف، بحال هكا السنيده القهوه اتاي. كاينين حتى هادو البنات، هادو كيتباعوا ثلاثه كبيره وصغيره والصغيره كاع ديالتهم. المهم هذا هو المحل، حاولت نصور لكم البلاصه فين جا. هنا مقاطعه الفيدا درب السلطان، جا الزنقه 29 في سيدي معروف الرابع، راه جا العنوان ديالو باين بزاف بزاف، جا على الشارع وصافي. وهاد لي مول هادو اكيد اكيد غادي ناخذ منهم شي واحد وغنجرب معكم شي كيك به داير 130 درهم. هنا حاولت نحط لكم الاثمنه صافي. ودابا غادي نمشيو للدار باش نتشارك معكم واحد الحلوى اولا واحد الكيك زوين بزاف وسهل. وهنا من هذا الفيديو هذا بغيت نتشارك معكم بالخصوص هاد الجينواز اللي غادي نحتاجو فيها. هنا كيف ما كتشوفوا 5 د البيضات، عندي هنا كاس ديال السكر الخشن يعني كاس ديال السكر سنيده، ضروري ما نديرو قبيصه ديال الملح وصافي. غادي ناخذ هاد المكونات هادو وغادي نطلعهم مزيان مزيان مزيان، قد ما طلعتهم قد ما كتنجح معكم الجينواز ديالكم. هاد الجينواز صدقوني كتجي خطيره بزاف، تقدروا تستعملوا بزاف ديال الحوايج. انا هنا استعملت هكا كيك كيك بالكريمه، جات زوينه زوينه يعني حلوه ديال لاكريم اللي هي زوينه بحال كنفرحوا بها الوليدات وصافي. المهم كنبقى نطرب حتى كيولي هاد الخليط بحال هكا كيضاعف الحجم ديالو وكيدير لينا واحد واحد بحال الخيط كيبان لكم. هنا خديت زليفه فيها الدقيق الابيض، زلافه ديال الدقيق الابيض، وغنضيف لها هنا خماره وحده من فئه 8 غرام وغادي نطربهم بزوج. نسيت هنا ما تشاركتش معكم، راني درت لهم انايا جوج ساشيات ديال الفاني، كنبغي النسمه ديال الفاني تجيني مجهده في الكيك باش كنحيد الزفوريه ديال البيض.
ضروري نغربلو الدقيق وما نديروش دفعه واحده، كنديرو شويه بشويه حتى كنكملو الكميه كامله. دابا درت هاد شويه، غادي نحاول ندخلو، خليكم معايا مزيان، ردوا البال الطريقه ديالو. كندخلو على هاد الشكل هذا، كنحاولوا نديرو سباتول من الاسفل للاعلى بحركه دائريه باش هكا ما نطيحوش البيض اللي طلعناه، وفي نفس الوقت نخلطو معاها الدقيق باش يدخل لينا مزيان الدقيق في الخليط. كنديرو من الاسفل للاعلى، غنبقى غادا انا بنفس الطريقه، ونبقى نضيف الدقيق دفعه الاولى بالثانيه، المهم هكا شويه بشويه حتى نكمل كل شيء، ونتاكدوا اننا خلطنا الدقيق مزيان. بعض المرات راه كيبقى الدقيق متكتل لكم وسط من الخليط وما كيبانش لكم، حتى كتبغوا تفرغوها في المول ديالكم عاده كتلقاوها. تبعوا هاد النصائح، واكيده انا اكيده انها غتنجح معكم الجينواز. الا لاحظتوا انا هنا غادي نستعمل هاد المول هذا اللي كبير، ان شاء الله غادي نعبروا لكم وغادي نحط لكم العبار ديالو بالتدقيق باش تعرفوه قداش. صافي حطيت فيه الكيك ديالي، شعلت على الفرن من الاسفل حتى طابت ليا وحسيت بها تنفخات وخدات حقها من الطياب، عاد شعلت عليها من الفوق شويه هكا باش تحمرت ليا، جات رطيبه وزوينه زوينه بزاف بزاف بزاف. ممكن تستعملوها بزاف ديال الاستعمالات، ممكن ديروا بها حتى الوليدات اللي كيعجبهم ميراندينا فممكن ديروها ليهم. هانتوما شوفوا جات رطيبه بسهوله باش حيدتها من المول. بطبيعه الحال المول انا كيف ما شفتوني ما فرشتش لي الورق، ولكن دهنته بالزيت وشويه ديال الدقيق الابيض بحال غنحط فيه كيك عادي وصافي. من بعد هنا غادي نجيب واحد السكين ديال المنشار اللي كيكون حاد، يعني السكين ديال المنشار ماضي، وغادي نحلها من بحال هكا من الجنيبات ديالها صافي. وغنكمل غير بواحد الخيط اللي كناخذوه كنبرموه على 4 ولا على 5، وكنبداو نجرو بحال هكا حتى كنكملوها كامله غير بشويه بشويه بالمهل حتى كتكملوها. المهم هذه هي الطريقه السهله باش هكا كتجيبوا ديك الطبقه متساويه. تبارك الله ما شاء الله جات زوينه زوينه بزاف، وكتستحق انكم تجربوها. تبارك الله جات زوينه زوينه زوينه، هنا شوفوا معايا جات رطيبه كتلوى كيف ما بغيتوا، ما كتكسرش معكم. النصيحه اللي غادي نعطيكم الثانيه هي انكم ملي طيبوها وهي مازال سخونه تخليوها حتى تبرد في المول ديالها، عاد ديموليوها ومن بعد غطيوها بواحد الزويف. هنا غنتشارك معكم انا كيفاش استخدمت هاد الجينواز. هنا كيف ما شفتوا معايا قطعتها على شكل دائري، راه وضعت الطبقه الاولى ودرت فيها دابا هنا الموسكار اللي درتهم على شكل سيرو. كديروا الموسكار ديروا فيه واحد طرونش ديال الحامض حتى كيولي سيرو. هنا البنات خديت غير الكريمه لا كريم فريش، ضفت لي واحد شويه ديال السكر كلاصي صافي، طلعته مزيان مزيان بالتراب وحاولت نبسطو بحال هكا. راني صوبتها في واحد الوقيته الصراحه اللي ماشي وقتها وما مسالياش باش نصوبها، وماشي في نفس اليوم درت هادشي كامل بصراحه. باش نكون واضحه معكم الفيديو ديال ما عني لا صورته غير اليوم، ولكن بغيت نحطو لكم كيف ما كنعرفوا دائما انا كنبغي نحط لكم الفيديو النهار بنهارو باش هكا تستافدوا من العروض اللي كنصور لكم. بالنسبه للكيك فانا درتها قبل بشي 3 ايام وعاد زينتها حتى الغد ليه، يعني هادشي صراحه ما درتش نهار بنهار. صافي كنبقى غدا بنفس الطريقه كنسقي وكندير طبقه ديال الكريمه طبقه ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوينه فقط للقرمشه. هنا درت واحد الطبقه من الكراميل هكا كيعطي واحد اللذه وكيعطي واحد المذاق زوين زوين بزاف بزاف الكيك. صافي بقيت غدا بحال هكا ودرتها في المجمد. من بعد ما خرجتها من الفريكو خديت هنا شويه ديال الشوكولاته السوداء وذوبتها في حمام مائي، ومن بعد ضفت ليها علبه ديال الياغورت هكا باش حصلت على واحد الكاناج اللي كيكون زوين ورطب وما كيقصحش ليا فوق الكاطو ديالي. صافي خويته من الفوق. من بعد بطبيعه الحال ما بيتنا الكاطو في المجمد كيف ما قلت لكم، حتى قصحت لي الكريمه باش ملي نخوي عليها الشوكولات ما تذوبش ليا الكريمه ديالي. وصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من تعاليقكم الزوينه والمحفزه. و الا كنتي اختي مازال ما اشتركتيش في القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا اختي.